السلام عليكم، معكم السي محمد العيساوي، مقدم مجموعة عبيدات الرمى الصداقة بمدينة بنسليمان. بخصوص الوالد ديالي، هو كان كيشتغل في البني، ومؤخرا دابا شي عام ونص تقريبا ولا عامين كان تصاب بمرض ضرو صدرو. حنا ديك الساعة باقا ما عرفناش شنو نوع المرض، مشينا كنجريو به للطبة وهادي منا بداك الشيء اللي قسم الله وهذا كذا، في الاخر لقينا عنده سرطان. من قبل ما توجهتش مزيان في السبيطار، يعني ما كنتش عارف هذا المرض وهادي منا، ما تلاقيتش مع ناس اللي وجهوني، مشيت للبريفي، هذاك الشيء اللي عندي كامل حطيته في البريفي وما داويتوش. ملي تقهرت ما بقاوش عندي الفلوس، صافي ريحنا، وملي جات الازمه ديال كورونا عاد كملت كل شيء. ودابا بغينا من جديد نتوجهوا للناس ونتوجهوا للمغاربه، وحنا عارفين ان المغاربه بلاد الجود والكرم، وهادشي اللي كنتسناو على والدي صح. حنا ما بغينا والو، بغينا غير والدي صح. دابا اختي ماري الوراق دابا عاودوا قالوا لي داكشي كامل غديريه من جديد، داك السكانير اللي دوزتي، داك التيو اللي دار، دوك التحاليل كلهم غيداروا من جديد باش يشوفوا المرحله اللي وصل لها. اختي اش غنقول لك، الحمد لله على كل حال. دابا راك عارفه الظروف اختي ماريا، يعني راه ماشي غير انا، راه المغاربه كلشي واقف. الحمد لله على كل حال. عندنا اختي المجلس، مره كيعطوني لامبيلونس، مره كنشوف شي واحد من الاصدقاء ديولي الفنانه ديالنا ديال بنسليمان كيدي معايا. هادشي اللي كاين اختي ماريا. اللي كنطلب غير هذا الراجل يعتنيوا بيه ويصح. انا بغيت شي واحد يدي المستشفى العسكري ولا المستشفى ديال الرباط اللي خاص بالاورام، بغيتو غير يصح وصافي. هادشي اللي كنتمنى اختي ماريا. بكيت، كيبقى فيا بزاف، وليدي تا هو كيبقى فيا محن ولا تسولي، راه حنا كنبات وكي كنبات قاعده بحال هكا، وكيبقى فيا بزاف، وكيبقى فيا ولدي عزيز عليا، ما محن ليا ولدي، محن بزاف، وهو محن ومحن حتى انا في خاطري. كنتمنى عاي صح، كنتمنى ربي يشافي بنيتي، ما كنتمنى حتى حاجه. دابا مؤخرا باقا، دابا يلا غنمشيو عاد غنبداو داكشي دابا من جديد، ملي غيديروا لي مثلا سكانير ويديروا التحاليل انوفو داكشي، عاد غنقولوا لنا شنو. دابا عاد غنتبع لي، دابا عاد خديت ورقه الصباح من عند الطبيبه قالت لي غتدي للرباط. انا كنت متبع لي دابا في كازا، ولكن قالت لي غدي لمولاي عبد الله حيت قريب ليكم، وحنا بنسليمان محسوبين على الرباط. عاد عطاتني ورقه الصباح، كتبت لي واحد الرساله باش ندير واحد طبيب نيت في الرباط في مولاي عبد الله. اللي كنتمنى اختي ماريا هو الوالدي صح، كنتمنى المحسنين يشوفوا من حاله. انا بغيت غير والدي صح. انا الحمد لله، يعني كورونا ان شاء الله نتمناو بلادنا زينه، وكورونا غتعيد ان شاء الله، وغادي نوضوا نخدموا حنا عايشين باللي قسم الله، اللهم لك الحمد. الاشكال اللي عندي هو الوالدي صح، هادشي اللي كاين اختي ماريا. كنتمنى الشفاء والعود نعاونو، كنتمنى الشفاء والعود نعاونو. هو راه ما صحيح، هو عيان، باغي نخدم، باغي نوض نخدم.